رحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي، المهم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ديال هذا النهار، باش ما نطولش عليكم، الفيديو ديال هذا النهار غادي يكون على أربعة ديال القنوات ديال بين سبور، غادي يكونوا مفتوحين في المباريات القادمة إن شاء الله، في البطولة اللي غتقام في مصر ديال الأمم الإفريقية للمنتخبات إن شاء الله في الشهر القادم. جبت لكم اربعه ديال القنوات غادي يكونوا مفتوحين، بان البي ان سبور على الناس باش تفتحهم في خلال الفتره ديال القناه ديال المباريات اللي غتكون، يعني غادي نقولوا لجميع المباريات. قبل ما نبدا في هذا الشيء كامل، كاين واحد الاخت تراسلات مع الزوجه ديالي، قالت لها علاش راجلك تيدير النظاظر ملي تيصور شي فيديو، ولا الا ما دارهمش تيشدو. والله اختي ما نعرف، والله العظيم ما عرفتش علاش، ولكن انا مبلي بالنظر. الا نعس نعسهم معايا، الا مشيت للحمام تندخلهم معايا، الا مشيت للبحر وتنعوم بهم. تحياتي للاخت ام نزار. المهم اخوتي، نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو البين سبور ماكس، غادي يكونوا مفتوحين وبفري. غير هو المشكل فين تلقاو، هو اللي عنده التلفازه العاديه راه ما يخدمولكش واخا فري، يعني واخا مجانا ما غاديش يخدموك، خص ضروري تكون التلفازه كتسقط بالاش دي، يعني فيها الاش دي، يعني بحال دوك ديال الفار اللي خرجوا دابا جايه مربعه وجداد، هذوك فاش يخدمولك. هاد القنوات موجودين على النايسات وبتردد 1205 1605 قلو، تفهمنا. وبالنسبه للمعدل الترميزي ديالها كاينين جوج، الا ما خدمكش على الاولي خدمو على الثاني. الاولي شنو هو؟ كاين 27494 27494، الا ما خدملكش على هذا خدمو على 2700 عفوا 27500 اتفقنا. وبالنسبة للاستقطاب كيكون افقي، غادي يكون افقي، هذا هو اللي كاين ان شاء الله. اللي ما عندوش، بالنسبة اللي ما عندوش لهاد الشاشة، يعني ما غاديش تخدم له، انا عندي لك الحل اخويا، غادي في الفيديو القادم ان شاء الله غادي ندير لك فيديو في ابليكاسيون. غير دابا خصك التطبيق، خصك الكونيكسيون عفوا، باش تخدم هاد التطبيق خاص ضروري يكون الويفي ولا كونيكسيون ديرها، يعني تطبيق زوين بزاف. والجميل في هاد التطبيق هو انه كيدعم صحاب النت اللي تقيلة، يعني ما عندهمش النت يعني مرتفعة، يعني تكون عندهم متوسطة ولا شي، ولا عندهم النت مجهدة راه تتخدم معاهم الاش دي زايدة الزيت. المهم هاد التطبيق زوين، غادي كنصحك به، انا شخصيا فيه غادي نتفرج ان شاء الله، حيت ما عنديش انا مع التلفاز ما نكذبش عليك، كنتفرجها في التليفون ولا في البيسي صافي. ونتمنى يعجبكم الفيديو، نكونو خفاف على قلبكم، ولا عندو شي استفسار على هادشي ديال الكمبيوتر ولا اي شيء، ولا على التليفونات يعني اي شيء، يحطو في التعليق انا غنجاوبو في الفيديو ان شاء الله، وغنجاوبكم كاملين اي واحد اي استفسار انا معكم. ونتمنى ديروا لنا، غير ما تنساوناش اخوتي ديروا لنا سبسكرايب، تعاونونا ديروا لنا سبسكرايب للقناه، وضغط على الجرس وشي كومونتير زوين باش تفرحنا. وان شاء الله راه مازال جايين الفيديو غادي نديروهم ان شاء الله، كنتسنى واحد الكانون غادي تجينا، دابا نصور لكم الكانون كي دايره، واحد الكانون كنصحتو سميها زوينه، عاودي عفوا نيكون شوية زايدة غالية شي شوية، ولكن اللي عندو الإمكانيات ممكن يشريها، يعني واحد الكانون كد يعني فيها حتى ربعة كام ديال الأسواق، طوب فوق ديال الطوب، واعر واعر. وإن شاء الله دابا ندير لكم هادشي في الفيديو القادم إن شاء الله، ماشي في الفيديو القادم، يعني حتى توصل الحزب على الطرب مازال ما توصل ليه حتى شهر ستة. تحياتي لخوتي، وكنتمنى قدمت لكم شي فائدة زوينة، وما تنساش تبارطاجي مع صحابك الى قدتي سمع بغيتي شي. وتحياتي، وراني راكم في القلب، واي شي اي استفسار حطوه في التعليق.